أمام السفارة الفرنسية في عمان، اعتصم العشرات من عمال شركة الإسمنت الأردنية لافارج ومن منتسبي النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن للمطالبة بما وصفوها حقوقهم التي تعدت عليها الشركة. رئيس نقابة العاملين في البناء محمود الحياري قال للحقيقة الدولية إن اعتصامهم هذا يأتي لإيصال رسالة إلى الحكومة الفرنسية بالظلم الواقع على العاملين في شركة لافارج الفرنسية. احنا هسه كل اللي بنطالبه فيه الامن والاستقرار الوظيفي للعاملين بالشركة. يجب في عنا اتفاقية عمالية موقعة ما بيننا وبينه. هذه الاتفاقية كانت اتفاقية حوافز وقعتها النقابة وبرضانا وروح عليها اكثر من 2000 موظف، ولكن هسه في الوقت الحاضر بنطالب باتفاقية نهاية خدمة مثلا على سبيل المثال اللي هي الاستقرار الوظيفي اللي ما بترتب عليها امور ماليه في الوقت الحاضر. يحاول بقول انه ما انا مش مستعد اقعد مع النقابه، مش مستعد افاوض، بلغ اكثر من مره هذا الكلام. يعني بيعتقد هو انه بيعرف اربعه او خمسه من شخصيات الاردن انه يمتلك اردنيين، احنا اردنيين لا يمتلكنا الا الله، ولا في قياده بالاردن غير قياده جلاله الملك. وفي مكان الاعتصام احتشد مؤازرون لعمال البناء من زملاء لهم من نقابات اخرى. رئيس النقابه العامه للعاملين في البتروكيماويات خالد زيود ورئيس فرع نقابه المهندسين فيليب حيص ومصنع الاسمنت سهيل عكروش ابديا تكاتف نقابتيهما ودعمهما لمطالب عمال البناء. من الطبيعي جدا احنا نتواجد مع نقابة البناء بسبب اولا انه هاي القضايا هي قضايا عمالية، واينما كان يعني الظلم هذا موقعنا كنقابيين، فعمال البناء وقع عليهم ظلم، وبالتالي يفترض من كل نقابة عمالية انها بتساند وبتدعم عمال البناء ونقابتهم. وجودي هون هو دعم باسم المهندسين لدعم مطالب العمال ومطالبة المدير العام بالاستجابة لمطالب نقابة العمال. وجرى لقاء بين رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والسفيرة الفرنسية في عمان التي تسلمت رسالة من النقابة تضمنت مطالبهم. وعقب اللقاء قال الحياري إن سفارة حكومة فرنسا أبدت تفهما لمطالب العمال. القنصل والسفير القنصل الفرنسي بده نسلمه الكتاب الرسالة الموجهة للسفيرة واللي هي موجهة للاتحاد الدولي البي دبليو اي واللي هي موجهة لمنظمة العمل الدولية واللي هي موجهة لرئيس الوزراء. فأنا رايح هسه بدوري نيابة عنكم تسليم هاي الرسالة، وبعديها سوف ننطلق إلى الموقع المتفق عليه هاي الأخ أحمد زايد والشباب واللجنة النقابية بنرتب الموضوع. اعتصام منظم ومسؤول يتكاتف فيه عمال البناء مع زملاء لهم من نقابات أخرى للمطالبة بما قالوا أنه أبسط حقوقهم. سالم الجبور، الحقيقة الدولية، من أمام السفارة الفرنسية في عمان.